التسامح لابد أن يكون منهجا عاما ولا يقتصر فقط على التسامح الديني. تأكيدات جاءت خلال انعقاد جلسة التسامح ومواجهة العنف ضمن منتدى حوار الثقافات بحضور وزير الأوقاف ورئيس الطائفة الإنجيلية وعدد من الدعاة والقساوسة والبرلمانيين. حقيقة أنا بقول ده منتدى وطني بامتياز، منتدى وطني بامتياز وثقافي بامتياز وديمقراطي بامتياز. حقيقي اولا انت شفتم يجمع كل الاطياف الوطنيه من المثقفين والاعلاميين والكتاب والنواب والائمه والقساوسه والضباط، هذا من البعد الوطني. تابعتم ورايتم نموذجا مصريا بدانا نؤصله ونرسخه بقوه في السنوات الاخيره، الواعظات مع الراهبات مع المكرسات، واللي بناكد عليه الاهم موقف بنستشعره جميعا صدق هذه الروح الوطنيه من الجميع. رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريا زاكي أكد خلال جلسات المنتدى على ضرورة ألا يقف التسامح عند حدود المشترك، بل يتعدى ذلك إلى قبول الاختلاف، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تغيير الثقافات الراسخة لدى المجتمع. النهاردة تم رصد دقيق لقضية التسامح، والحوار ده هو حوار بيغير كثير من المفاهيم. بعض الناس عايزة نتائج سريعة، الحوار وقضايا التغيير الثقافي والمجتمع تاخد وقت أطول، وبالتالي أنا بعتقد النهاردة طرحنا عدد من المفاهيم، وبالذات معالي الوزير طرح مفهوم جديد للتسامح يتجاوز المشترك وحق الاختلاف إلى تقدير الآخر واحترامه وقيمه الإنسانية. هذه الأمور هي تساهم في تقدم مصر. وفي نهاية الجلسات دار حوار شامل بين الحاضرين حول أهمية الخطاب الديني المستنير، بالإضافة إلى أهمية إزالة الخلط عن بعض المصطلحات مثل الالتزام والتشدد الديني، خاصة وأنها أمور تؤدي إلى ظهور أفكار بعيدة عن التسامح. على مدار 30 عاما ناقش منتدى حوار الثقافات عددا من القضايا المجتمعية الهامة لتأتي قضية التسامح ومواجهة العنف على رأس تلك القضايا التي تم مناقشتها للتأكيد على أهمية التسامح من أجل قبول الآخر. أشرف مبارك، النيل.